السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصبحتم أصدقائي كي جيتوا؟ إن شاء الله بخير. اليوم أول ثاني يوم من أيام رمضان، إن شاء الله بتكونوا حاولتوا تصوموا. شاطرين حبايبي، يعني إحنا ككي جيتوا بنصوم صومة العصفورة، يعني لما يأذن الظهر ممكن إنه نفطر، واللي بيقدر يكمل العصر بيكون شاطر. صومة العصفورة هي للكي جي 2، شطورين حبايبي. الآن سندرس سورة قرآن جديدة اللي هي سورة الضحى. نستمع إلى قراءة آيات سورة الضحى بخشوع ونحاول نفهم معانيها ونردد مع القارئ عشان نحفظها. لنستمع أصدقائي. الضحى هي سورة المواساة لكل مهموم وحزين منا. سبب نزولها هو أن جبريل عليه السلام لم ينزل على رسول الله بالوحي لمدة معينة، فأصاب الرسول الهم لذلك، فقال المشركون ودعه ربه وتركه وأبغضه، فأنزل الله هذه السورة الكريمة. والضحى، أقسم الله تعالى بالضحى وهو الصبح إذا ظهر وكأنه ظهور الفرج. والليل إذا سجى، أقسم تعالى بالليل إذا سكن وأظلم وأسدل وهو وقت الراحة بعد العمل والجد. ما ودعك ربك وما قلى، وبعد أن أقسم تعالى بالصبح والليل خاطب رسوله بقوله بأنه لم يودعه كما قال المشركون ولم يبغضه. وللآخرة خير لك من الأولى، الله تعالى يواسي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له بأن الدار الآخرة خير له من الدنيا وما فيها، فهذه الدنيا ليست دائمة لنا، فلا ينبغي لنا أن نتعلق بها ونجعلها همنا الأكبر، إنما نجعل همنا هم الآخرة، وكيف سنلقى الله تعالى، وكيف سيكون لدينا رصيد حسنات كبير لندخل أعلى درجات الجنة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بشر الله تعالى رسوله الكريم بأنه سيعطيه في الدار الآخرة حتى يرضيه في أمته، كنهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه من المسك. ألم يجدك يتيما فآوى، يواسي الله تعالى رسوله الكريم فيذكره بنعمه عليه، فيذكره بكونه كان يتيما في صغره ليس له أب ولا أم، وكيف كفله جده ثم عمه. ووجدك ضالا فهدى، ثم ذكره كيف كان لا يعلم شيئا عن الإيمان وهداه الله لعبادته وجعله من أحسن الناس خلقا.
ووجدك عائلا فأغنى. ثم ذكره تعالى كيف كان فقيرا ولديه أبناء فأغناه الله تعالى ولم يطلب أي معونة أو مساعدة من أحد. فأما اليتيم فلا تقهر. يقول الله تعالى للرسول الكريم كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم وأحسن إليه وكن لطيفا معه. وأما السائل فلا تنهر. وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر من يأتي إليك ليسألك عن شيء ولا تكن متكبرا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وأما بنعمة ربك فحدث. يقول تعالى للرسول الكريم وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك فهذا من شكر الله تعالى. سورة الضحى تخاطبنا جميعا أصدقائي ولا تخاطب الرسول وحده، إنها سورة تخفف عنا عندما نكون مهمومين أو حزينين، فالله تعالى يرانا ويسمعنا وهو معنا ولن يتخلى عنا وأن الفرج قريب، وتذكرنا بأن الله أنعم علينا بنعمه الكثيرة فهو يرانا ويرعانا، وكأن الله يقول لنا بأن نطمئن ولا نحزن وننظر للناس الأقل منا ونحمد الله تعالى على كل حال.